ايه الاحتياج الغير ملبى؟ ايه الاحتياج اللي لو اشبعته هتتخلص من تأثير هذا الطلب عليها وتعلقها بيه وتبقى مش عايزاه لانها شافت النور وعرفت الطريق؟ علماء النفس اتكلموا عن احتياج في العلاقات اسمه التراحم. هي عايزة علاقتها بجوزها يملاها تراحم، رحمة، وبيكون ده هدفها، اشباع احتياج التراحم، نرحم بعض بدل ما نثبت لبعض مين صح ومين غلط، نرحم بعض بدل ما نوجع بعض، كل واحد فينا يتراحم بالكلام الحلو. التراحم ببساطة إن الإنسان هو الأولى، هو الأولوية، خاطر مراتي هو الأولوية، خاطر صاحبي عندي هو الأولوية، خاطر ابني عندي هو الأولوية، خاطري أنا عند نفسي أولوية، فبرحم نفسي وبنظر لها بعين الرحمة وأشوف هي محتاجة إيه، وحساباتي في الحياة تتبني على كده. التراحم حياة، التراحم ما ينفعش يبقى جزء من حياة الإنسان. في منهج التواصل التراحمي كان الدكتور أحمد ضبيع مؤسس المنهج في مصر علمنا إن قول رب العالمين وادفع بالتي هي أحسن، إن الأولى بي نفسك قبل الآخرين. هي كانت بتقبل الإهانة لأنها متخيلة إن ممكن من وراء الإهانة يجي تراحم، بتقبل الكسر عشان نفسها توصل للتراحم، نفسها في حياة فيها سكينة ورحمة وهدوء، فكانت بتيجي على نفسها عشان تشبع هذا الاحتياج عندها. لكن الحقيقة إن الإنسان المتراحم له صفات، مش هينفع يبقى غليظ وقاسي وفي نفس الوقت هو ده مصدر إشباع احتياج التراحم بالنسبة لي. ومؤسس المنهج التراحمي في العالم اسمه مارشال روزنبرج اتكلم إن الإنسان لما بيسلك سبيل بيمشي في طريق ما بيلاقيش فيه أو لا يشبع احتياج التراحم، ده طول الوقت بينتج عنه ألم داخلي وتعب داخلي. احتياج التراحم احتياج أصيل في حياة كل إنسان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل للإنسان الرحيم اللي بيتراحم مع كل من حوله. تلاقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت الأزمة بيتعامل بالتراحم. قريش اللي أذوا النبي وأذوا الصحابة وطردوا النبي وطردوا الصحابة وأخذوا فلوسهم، النبي رايح دلوقتي فتح مكة، بعض الصحابة فاكرين أن النبي رايح يحارب، الحقيقة أن النبي رايح يوقف لهم ولكن برحمة. فقائد الجيش قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، فالنبي قال له لأ، والنبي عزله وقال اليوم يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا. والنبي دخل مكة من غير إراقة نقطة دم، وأول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. تراحم، نموذج متكامل للتراحم. فنلبي احتياج التراحم لأنفسنا عن طريق ناس مليانين بالتراحم. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.